مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مساء. على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، فرنسا وألمانيا تدعوان روسيا للاطلاع بدور أكثر إيجابية لإيجاد حل للحرب في سوريا. أكثر من 100 قتيل وجريح جراء تفجير سيارة مفخخة في بغداد، وتنظيم داعش يتبنى مسؤولية الهجوم. وفد تجاري إيراني يبحث مع أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة شمال الباطنة الفرص الاستثمارية بين الجانبين. وفي أخبارنا الاقتصادية تتابعون: أسعار النفط ترتفع بدعم من احتمال تمديد منظمة أوبك لاتفاق خفض الإنتاج. أما في أخبار الرياضة فتتابعون: في ختام الجولة 15 من دوري عمان تل للمحترفين، ظفار يواصل مطاردته للمتصدر الشباب بفوزه على نادي عمان بثلاثة أهداف لهدف واحد. إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجامبي الصديق الطراد التقدم والازدهار. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرلوت ونظيره الألماني زيغمار جابريل إلى بذل روسيا دورا أكثر إيجابية في الجهود المبذولة لإيجاد حل للحرب الأهلية في سوريا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية. وقال وزير الخارجية الفرنسي إن روسيا باستطاعتها لعب دور بناء في المحادثات. من جانبه قال وزير الخارجية الألماني إن على روسيا أن تتحلى بقدر كبير من الواقعية وعقد مفاوضات موازية. وفي موضوع ذي صلة، قال الجيش التركي إن عملية انتزاع السيطرة على مدينة الباب بشمال سوريا من تنظيم داعش باتت وشيكة. في موازاة ذلك أعلن الجيش التركي عن مقتل 13 عنصرا من تنظيم داعش جراء قصف جوي ومدفعي تركي استهدف 77 هدفا للتنظيم شمالي سوريا في إطار عملية درع الفرات. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهدف التالي للهجوم التركي سيكون رقة، المعقل الرئيسي للتنظيم بعد طرده من شرق الموصل معقله في العراق. تعتزم الأمم المتحدة استئناف عمليات الإغاثة في الجزء الشرقي من مدينة الموصل العراقية يوم الأحد المقبل بعد توقفها بسبب مخاوف أمنية جراء الهجمات التي يشنها تنظيم داعش. من جهة أخرى، ارتفع عدد قتل التفجير الانتحاري بسيارة مفخخة في بغداد إلى أكثر من 55 قتيلا وإصابة 60 آخرين. استيقظ سكان حي الشرطة ببغداد وهم يحصون ضحاياهم ويقدرون خسائرهم بعد تفجير سيارة ملغومة أودى بحياة العشرات ليلة الخميس. ووفقا لمصادر أمنية وطبية، فإن سيارة كانت محملة بمتفجرات ومتوقفة في شارع مزدحم مليء بساحات انتظار السيارات أودت بحياة 55 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في أعنف هجوم يشهده العراق هذا العام. وقال مصدر أمني إن السيارة انفجرت في شارع مزدحم به الكثير من ساحات انتظار السيارات في حي الشرطة في جنوب غرب العاصمة. الناس هنا من جمعة وطقت السيارة، فأنا يعني جيت رأسا الناس يعني شقل لك يعني هواي ناس يعني شهداء هواي راحت زين، فهذا اختار أكثر تجمع جطقها هنا. مصادر طبية تؤكد أن عدد القتلى مرشح للزيادة وفقا لسوء حالة الكثير من المصابين. من جهته أعلن تنظيم داعش الذي خسر السيطرة على شرق مدينة الموصل لصالح القوات العراقية بدعم أمريكي أعلن المسؤولية عن التفجير، وهو الثاني الذي يضرب سوقا في العراق هذا الأسبوع، في مؤشر على تحول التنظيم للهجمات بسيارات ملغومة في المناطق المزدحمة.
قتل 5 جنود مصريين وأصيب 10 آخرون من قوات الأمن نتيجة انفجار عبوة ناسفة في وسط سيناء وفقا لما ذكرته مصادر عسكرية. وأوضحت المصادر أن مسلحين فجروا العبوة الناسفة عن بعد في مدرعة كانت تمشط طريق مركز وسط سيناء. وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين تبنت معظمها جماعة مسلحة التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش. في موضوع آخر، أغلقت باكستان حدودها مع أفغانستان بعد سلسلة من التفجيرات وأعمال عنف متفرقة في أنحاء باكستان. ففي منطقة باكخيل شمال باكستان قتل 4 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن، وتم الاستيلاء على ذخيرة ثقيلة خلال العملية. وفي حادث منفصل قتلت قوات الأمن 10 مسلحين لدى محاولتهم استهداف نقطتي تفتيش لقوات الأمن في منطقة أوراكزاي. يأتي ذلك بعد إطلاق باكستان عملية أمنية واسعة غداة هجوم انتحاري أسفر عن سقوط أكثر من 70 قتيلا في مدينة سيهون. أعلن ممثل روسيا الدائم لدى حلف الشمال الأطلسي الناتو ألكسندر غروشكو أن تعزيز تواجده في منطقة البحر الأسود هو خطوة أخرى نحو مزيد من التوتر في منطقة حيوية لروسيا، مضيفا أن موسكو ستتخذ إجراءات إضافية لتعزيز مجموعة قواتها في الجنوب وفي القرم ردا على تصرفات الناتو. وكان وزراء دفاع حلف الشمال الأطلسي الناتو قرروا تعزيز الوجود البحري للتحالف العسكري في البحر الأسود ردا على عدوانية روسيا المتزايدة. وقال الأمين العام للحلف يانس ستومبورغ أن حلف الناتو سوف يجري المزيد من المناورات والتدريبات العسكرية في البحر المهم من الناحية الاستراتيجية. اتفق كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تعزيز الجهود لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي بطريقة كاملة. وخلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث بمدينة بون الألمانية على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة 20، أكد الوزراء الثلاثة أن كوريا الشمالية ينبغي أن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية بطريقة كاملة وتلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي. من جهتها أعلنت كوريا الجنوبية أنها تعتزم نشر حوالي 1200 قنبلة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمية بنهاية العام القادم، مشيرة إلى أن القنابل مزودة بأنظمة لتفادي تشويش نظام تحديد المواقع وتنتقل مباشرة نحو الهدف المحدد، كما يمكنها تغيير هدفها ومسارها اعتمادا على الظروف. أعلنت الشرطة الماليزية أنها لن تسلم جثة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي اغتيل في وقت سابق هذا الأسبوع ما لم توفر لها العائلة عينات من الحمض النووي. وقال مسؤول في الشرطة الماليزية إنه لم يأتي أي من أفراد العائلة أو قريب للتعرف إلى الجثة أو المطالبة بها. وأضاف أن كوريا الشمالية أرسلت طلبا لاستعادة الجثة، لكن السلطات الماليزية لن تسلم الجثة ما لم يمكن التعرف عليها. واستندت الشرطة الماليزية إلى جوازات كانت في حوزة الضحية للتعرف عليها. توفي 7 أشخاص ودمرت آلاف المنازل جراء إعصار ضرب مقاطعة إنهامبان جنوب موزمبيق. وذكر مسؤولو الطوارئ أن الإعصار تسبب في تدمير خطوط كهرباء وإغلاق طرق في المقاطعة. وأضافوا أن فرق الطوارئ تمكنت من توفير مواد غذائية وخيام لآلاف الأسر المتضررة. وتراجعت حدة الإعصار دينو في وقت لاحق ليتحول إلى عاصفة مدارية. ويتوقع هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب أفريقيا وزيمبابوي كآخر محطة للإعصار قبل تلاشيه. مشاهدينا، النشرة مستمرة مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. بعد غياب دام 13 عاما عودة دور العرض السينمائي إلى مدينة البصرة العراقية. دائما
دائما ما تكون هناك توصيات سواء من المجالس البلدية، توصيات من مجلس الشورى ترفع للجهات المعنية لا يتم البت فيها، لأنك أنت اليوم تقدم معاملة في أي محافظة من محافظات السلطنة ربما تأخذ فترة طويلة، لكن بعكس أنك أنت تقدمها في نفس الوزارة في مسقط ممكن أنك أنت تستخرج هذه المعاملة في ظرف أيام أو في ظرف أسبوع. متى يتم تنفيذ هذه المناطق الصناعية؟ المطالبات موجودة لكن متى يخصص؟ هنا المسألة دائما. الجمع الصحي يغلق الساعة 9. هذه المنطقة إلى الآن 2008 طبعا لم تحظى بنصيبها من توزيع الطرق. نحتاج للمبدع، نحتاج للمنتج، نحتاج للمكرر. على هامش اجتماعات مجموعة الـ20 فرنسا وألمانيا تدعوان روسيا للاطلاع بدور أكثر إيجابية لإيجاد حل للحرب في سوريا. أكثر من 100 قتيل وجريح جراء تفجير سيارة مفخخة في بغداد وتنظيم داعش يتبنى مسؤولية الهجوم. وفد تجاري إيراني يبحث مع أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة شمال الباطنة الفرص الاستثمارية بين الجانبين. أهلا بكم من جديد. اطلع الوفد التجاري الإيراني برئاسة نائب غرفة التجارة وصناعة شيراز على المناخ الاستثماري بميناء صحار والمنطقة الحرة ومنطقة الصحار الصناعية، كما التقى الوفد بأعضاء فرع غرفة التجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة بأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة لبحث الفرص الاستثمارية بين الجانبين. ميناء الصحار والمنطقة الحرة ومنطقة الصحار الصناعية ومقومات جاذبة للاستثمار، اطلع عليها الوفد التجاري الإيراني برئاسة نائب رئيس غرفة التجارة وصناعة شيراز. زيارة الوفد الإيراني طبعا هي توطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العماني والإيراني، وهي نتيجة أيضا استمرارية للزيارات المتبادلة ما بين رجال الأعمال في سلطنة عمان ورجال الأعمال في الجمهورية الإيرانية. التقى الوفد التجاري الإيراني بعدد من أعضاء فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة مع بعض من أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة، حيث عقدت لقاءات بين الجانبين لبحث فرص الاستثمار في المجالات التجارية وإقامة المشاريع. العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة وإيران في تحسن مستمر، حيث أن كلا الجانبان يعملان بجد في سبيل تقوية العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة. الأمن والاستقرار في سلطنة عمان يشجع ويجذب الاستثمار فيها. واطلع الوفد التجاري الإيراني المكون من 25 من رجال الأعمال على التسهيلات والقوانين والإجراءات المنظمة للأعمال التجارية والاستثمارية مع تصورات لمشاريع استثمارية في المستقبل. حصن قرية الحصن بنيابة دما بولاية دما والطائين لا يزال محافظا على عراقته التاريخية وتصميمه الهندسي وموقعه الاستراتيجي، وليبقى شاهدا تاريخيا للأجيال المتعاقبة تتواصل الجهود ليكون على قائمة المعالم التي يتم ترميمها. بين أروقة هذه الجدران التي أوشكت على الاندثار قصص وحكايا ترويها عراقتها، ومشاهد من الماضي العريق لا زالت تفاصيلها بين زوايا هذا الحصن الذي سميت قرية الحصن نسبة إليه وإلى الجبال التي تحصنها من كل اتجاه. الأهالي في هذه القرية يحدوهم الأمل في إعادة بناء وترميم هذا الحصن ليبقى شاهدا يحكي تاريخ الحضارة العمانية ومزارا سياحيا يضاف إلى المقومات السياحية في الولاية. بحسب الوثائق الموجودة لدينا أن هذا الحصن كان في عام 1973 للميلاد مستأجر من قبل البرقية، وبحسب كلام الشياب معنا في البلد يقولوا أن هذا
تأسس في هذا البيت الكبير بالذات من غير الحصن، يعني تأسس في عهد القاضي سيف بن حمد بن شيخان الأغبري البيت الكبير طبعا، ومن بعده الشيخ خالد بن مهنا البطاشي. نطالب بترميم هذا الحصن لأنه في الآخر معلم تاريخي، ومع ترميمه سيكون معلم سياحي في نفس الوقت. ترك لنا الآباء والأجداد مشاهد وقصصا وتاريخا يروى، وتركوا لنا إرثا عظيما يبقى شاهدا مدى الزمن. أحمد بن محمد المعمري من حصن نيابة دماء بولاية دماء والطائيين محافظة شمال الشرقية. مشاهدينا نصل بحضراتكم إلى الأخبار الاقتصادية بصحبة الزميل خالد بن سعيد العبري. خالد مساء الخير. مساء النور قيس، وإلى الأخبار الاقتصادية. تفضل. أوربك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم. حافظت السلطنة على مستوى احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوطات التي واجهت الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي العماني إلى أن حجم موجودات البنك سجل ارتفاعا ب 8 مليارات و800 مليون ريال عماني العام الماضي مقارنة بالعام 2015، كما زاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك إلى 7 مليارات و800 مليون ريال عماني، فيما تراجعت إجمالي أصول البنوك التجارية بنحو 27 مليار ريال عماني مقارنة بعام 2015. ارتفع سعر نفط عمان اليوم تسليم شهر ابريل المقبل سنتين اثنين عن سعر يوم امس ليبلغ 55 دولارا و16 سنتا للبرميل حسب ما افاد به سوق دبي للطاقه، وكان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر مارس المقبل قد بلغ 53 دولارا و93 سنتا للبرميل. عالميا ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من تقرير عن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إنه قد تمدد اتفاق خفض الإنتاج الذي يهدف إلى كبح تخمة المعروض العالمي، حيث جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 55 دولارا و77 سنتا للبرميل بزيادة 12 سنتا عن سعر التسوية السابقة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 7 سنتات ليبلغ 53 دولارا و43 سنتا للبرميل. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف ظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في شهر يناير لتواصل التراجع الذي سجلته في شهر ديسمبر، مما يعكس تقليص المستهلكين لإنفاقهم مع ارتفاع التضخم بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي. ويحرك المتسوقون الاقتصاد البريطاني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يزدادوا حذرا مع ارتفاع الأسعار عقب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء. وأظهرت بيانات رسمية أن أحجام مبيعات التجزئة انخفضت 0.3% على أساس شهري في شهر يناير، في حين توقع خبراء الاقتصاد ارتفاعها 0.9%، ولم يتوقع أحد من الاقتصاديين انخفاض المبيعات.
تتوقع الحكومة الألمانية استمرار مشاركة صندوق النقد الدولي في إنقاذ اليونان، وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية أن الهدف لا يزال هو استمرار مشاركة الصندوق بالخبرة والمخصصات المالية في إنقاذ اليونان. يأتي ذلك قبل لقاء مرتقب بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيسة صندوق النقد كريستين لاغارد، الذي سيناقش موضوع تخفيف ديون أثينا الخلافي بين الصندوق والحكومة الألمانية عام 2018 عقب انتهاء برنامج الإنقاذ الثالث. نشرتنا الاقتصادية انتهت، وعودة للزميل قيس. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي. في صراع بين الفنون القديمة وعالم التكنولوجيا، يدرب الجيش الفرنسي الطيور الجارحة على إسقاط الطائرات بدون طيار عندما تدخل مجالا جويا محظورا. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. رصد هذا النسر فريسته في السماء وطار بسرعته ليلحق بها، لكن فريسته هذه المرة ليست طعاما يأكله وإنما طائرة بدون طيار. هذه النسور صغيرة السن يدربها السلاح الجوي الفرنسي على إسقاط الطائرات بدون طيار التي يتم التحكم فيها من بعد عند دخولها مجالات جوية مدنية يحظر الطيران فيها. وتظهر لقطات تم تصويرها في قاعدة جوية في مونت مارسون هذه الطيور الجارحة وهي من فصيلة تسمى النسور الذهبية، أثناء تدريبها على اعتراض الطائرات بدون طيار إذا حلقت فوق مناطق ذات حساسية أمنية مثل القصور الرئاسية سواء عن قصد أو عن غير قصد. ولتحضيرها لتلك المهمة يتم وضع فراخ النسور فوق طائرات بدون طيار حتى وهي ما زالت داخل البيض قبل فقسه، وبعد خروجها يتم الإبقاء عليها في نفس الوضعية خلال فترة التغذية المبكرة. وتدرب النسور على النظر إلى الطائرات بدون طيار باعتبارها فرائس، ويتم مكافأتها بقطعة من اللحم بعد كل محاولة ناجحة لإسقاط طائرة بدون طيار. أبرز الأخبار الرياضية يوفيكم بها زميل عبد العزيز الوهيبي. عبد العزيز مساء الخير. تفضل. شكرا. أهلا بكم. تغلب ظفار على نادي عمان بثلاثة أهداف لهدف، وتمكن العروبة من الفوز على جعلان بهدف نظيف في ختام الجولة 15 من دوري عمان تل المحترفين. تقدم ظفار عبر محترف الكرواتي أدمير في الدقيقة 33، وفي الدقيقة 55 عادل نادي عمان النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها حاتم الحمحمي، وعاد ظفار بعد ذلك بقوة للمباراة وتمكن من إحراز هدفين عبر إلياس ماغوري وأدمير لتنتهي المباراة ظفراوية بثلاثية مقابل هدف. وفي مباراة أخرى وعلى أرضية مجمع سور الرياضي، تمكن العروبة من الفوز على جعلان بهدف نظيف أحرزه محمد تقي في الدقيقة 16. وفي آخر مواجهات الجولة انتهت مباراة الخابورة أمام صحار بالتعادل السلبي دون أهداف. ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تغلب السلام على نزوة وفاز السيب على المضيبي ومرباط يتفوق على المصنعة، حيث تمكن السلام من الفوز على أرضه وبين جماهيره على نزوة بهدفين دون رد ليحرز نقطته الرابعة في سعيه للصعود إلى دوري عمان تل المحترفين. وبفارق الأهداف حل السيب ثانيا في جدول الترتيب بعد فوزه خارج أرضه على المضيبي بهدف نظيف، بينما أحرز مرباط نقاطه الثلاث الأولى بفوزه على المصنعة بثلاثة أهداف دون رد. استعاد الدراج النرويجي ألكسندر كريستوف من فريق كاتوشا الروسي لقب المرحلة الرابعة من طواف عمان للدراجات الهوائية والتي امتدت ل 118 كيلومتر بعدما فقد اللقب في المرحلتين الثانية والثالثة. تتواصل الإثارة والتشويق في النسخة الثامنة من طواف عمان للدراجات الهوائية،
والذي يحظى بزخم إعلامي كبير من عدة قنوات عربية وعالمية وتغطية صحفية واسعة نطاق، حيث انطلقت صباح اليوم المرحلة الرابعة من الطواف من أمام منتجع السيفة بولاية مسقط، مرورا بالوادي الكبير وعقبة العامرات، وانتهاء أمام وزارة السياحة لمسافة 118 كيلومترا. وتمكن الدراج النرويجي ألكسندر كريستوف من فريق كاتيوشا الروسي من الفوز بلقب المرحلة الرابعة بعد أن كان قد فاز بالمرحلة الأولى من الطواف، لينال القميص الأخضر لأعلى نقاط الترتيب العام، فيما نال الدراج البلجيكي بين هيرمانز القميص الأحمر للمرة الثالثة كأسرع توقيت فردي. وحفظ الدراج الارتيري قدوس مرحاوي على القميص الأبيض كأفضل المتسابقين الشباب، بينما خطف النمساوي ستيفن دينفيل القميص المنقط للدراج الشرس لهذه المرحلة. وعند خط النهاية ومكان التكريم أمام وزارة السياحة، استقبل الدراجين فرق الفنون التقليدية التي قدمت عددا من الفنون العمانية. وتقام غدا المرحلة الخامسة قبل الأخيرة من الطواف، ولمسافة 152 كيلومترا ونصف الكيلومتر، والتي تنطلق من أمام جامع السلطان قابوس بسمائل، وانتهاء عند طريق الجبل الأخضر بعد مركز الشرطة بمسافة 6 كيلومترات. استغل أستاذ تعثر الخوية في بداية الجولة ضد أم صلال ليتصدر جدول ترتيب دوري نجوم قطر بعد فوزه على العربي بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 21. جاءت مباراة السد والعربي قوية ومثيرة، حيث قدم خلالها السد فنيات عالية ومردودا جيدا وسيطر على أغلب فتراتها، وسجل أهداف المباراة كل من الإيراني مرتضى محمد جانبور والدولي الجزائري بغداد بونجاح الذي سجل 5 أهداف كاملة وهدفا لخلفان إبراهيم. وبهذه النتيجة وصل السد للنقطة 50 واعتلى جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الخوية، فيما بقي العربي في المركز 8. يستقبل ريال مدريد المتصدر ضيفه إسبانيول يوم غد السبت ضمن المرحلة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، منتشيا بفوزه المريح على نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري ب 49 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة حامل اللقب الذي لعب مباراتين أكثر عن ريال مدريد. وشارك في ميران اليوم الويلزي غاريث بيل بعد تعافيه من الإصابة ليعود للفريق بعد غياب دام 3 أشهر، فيما غاب المدافع سيرجيو راموس الذي يعاني من إصابة بسيطة في الفخذ. قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو بأن بطولة كأس العالم لعام 2026 قد تستضيفها 4 دول كحد أقصى. وصرح إنفانتينو خلال زيارته لقطر التي تتأهب لاستضافة مونديال 2022 بأن الفيفا يشجع على إقامة نهائيات كأس العالم في أكثر من دولة. وأشار رئيس الاتحاد الدولي إلى إمكانية إسناد مهمة استضافة نهائيات كأس العالم 2026 إلى 3 أو 4 دول تستضيف كل منها المباريات في 3 أو 4 أو 5 ملاعب. وكان الفيفا قد قرر في 10 يناير الفائت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 منتخبا. ختام جولتنا الرياضية، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وعودة إلى قيس وما تبقى من أخبار العاشرة. بعد غياب دام 13 عاما عاد دور العرض السينمائي إلى مدينة البصرة العراقية، حيث افتتح مجمع يضم 5 أدوار سينما أمام سكان المدينة الغنية بالنفط. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الموضوع. بعد طول غياب جراء الاضطرابات في البلاد، تعود دور العرض السينمائي إلى مدينة البصرة في جنوب العراق من جديد. وكانت صناعة السينما ودور السينما في العراق قد دمرت بفعل الحروب المتعاقبة والعقوبات الصارمة التي فرضت على البلاد خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية.
لكن الآن وبعد 13 عاما بلا دور للعروض السينمائية، فتح مجمع يضم 5 دور سينما أبوابه في وقت سابق من هذا العام أمام سكان البصرة، حيث تشهد المدينة الغنية بالنفط هدوءا نسبيا. ويتم تمويل مشروع السينما من قبل ميني بصرة، وهي مشروع استثماري يهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية في المدينة. هم 5 صالات سينما بواقع إجمالي استيعاب 700 مشاهد. وعرض في الافتتاح فيلم إيراني بعنوان محمد رسول الله، وشهد إقبالا كبيرا من سكان البصرة. وقال مواطن من البصرة حضر لمشاهدة الفيلم إن السينما تلعب دورا هاما في المجتمع. عام 2003 يعني تعرضت تجربة السينما ودور العرض السينمائية إلى هزمة ربما من جهات يعني لم تكن تفهم يعني هذه الثقافة. السينما هي ثقافة بإمكانها إيصال عشرات الرسائل إلى المجتمع. تم بث أول فيلم عراقي عام 1909، وشهدت صناعة السينما العراقية أزهى عصورها في السبعينات. في ختام النشرة نذكركم بأبرز العناوين. على هامش اجتماعات مجموعة الـ20، فرنسا وألمانيا تدعوان روسيا للاضطلاع بدور أكثر إيجابية لإيجاد حل للحرب في سوريا. أكثر من 100 قتيل وجريح جراء تفجير سيارة مفخخة في بغداد، وتنظيم داعش يتبنى مسؤولية الهجوم. وفد تجاري إيراني يبحث مع أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة شمال الباطنة الفرص الاستثمارية بين الجانبين. شكرا لكم على المتابعة، وتقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى النشرة الجوية. تستمر السحب العالية والمتوسطة بالتدفق على الأجزاء الشمالية للسلطنة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة أو خفيفة إلى متفاوتة الغزارة على الأجزاء الشمالية جراء السحب الممتدة من حزام السحب الممتد من جنوب إلى وسط وإلى شمال شرق منطقة شبه الجزيرة العربية في حالة من عدم الاستقرار، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على المنطقة. مباشرة إلى تفاصيل أكثر مشاهدينا، وبداية مع حركة الرياح وكالمعتاد مع الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. الرياح على الساحل تبدو جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة بحدود 5 إلى 10 عقد، وشمالية على محافظة ظفار بحدود 10 عقد. البحر على الساحل هادئ الموج، أقصى ارتفاع له 1.25 متر، المتر والرطوبة النسبية عالية تصل إلى 90%. أجواء محافظة مسندم تشهد رياح جنوبية غربية غرب المحافظة نشطات السرعة بحدود 25 عقدة. البحر بالتالي متوسط إلى هائج الموج، أقصى ارتفاع له 2.5 متر. أما الرياح على سواحل سطح المطلة على بحر عمان يشهد رياح شمالية غربية خفيفة السرعة بحدود 10 عقد. البحر بالتالي متوسط الموج، أقصى ارتفاع له 2، والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 40 إلى 90%. بعض السحب المتفرقة تكون حاضرة النهار القادم على العاصمة مسقط والعظمى 25 درجة مئوية. تطال أيضا هذه الأجواء جنوب الباطنة في الرستاق، ودرجات الحرارة عند منتصف 20. فرص لهطول بعض الأمطار الخفيفة على شمال الباطنة في صحار والعظمى 25 درجة مئوية، وعند مطلع 20 على محافظة مسندم في خصب ضمن أجواء أيضا ماطرة. إلى شمال الشرقية، وبداية من إبراف، بعض السحب المتفرقة تكون حاضرة. تطال أيضا هذه الأجواء محافظات الداخلية في نزوة وجبل شمس و14 درجة مئوية. في محافظات الظاهرة في عبري، بعض السحب المتفرقة تكون حاضرة، درجات الحرارة عند منتصف 20، وعند مطلع أو عند منتصف 20 أيضا على محافظة البريمي ضمن أجواء ماطرة كذلك. إلى محافظة ظفار، وأجواء مشمسة في صلالة وثمريت، ودرجات الحرارة عند نهاية 20، وفي هيمة
تبدو الأجواء أيضا غائمة جزئيا مستقرة إلى غائمة جزئيا، ودرجات الحرارة تكون عند مطلع 30 في مناطق جنوب الشرقية. مشاهدينا الكرام، وبداية من جزيرة نصيرات، بعض السحب المتفرقة تكون حاضرة والعظمى 28 درجة مئوية، وفي الأشخرة أيضا فرص لانتشار وتدفق لبعض السحب تكون حاضرة النهار القادم، كذلك والحال في صور، ودرجات الحرارة عند نهاية 20. في الختام مشاهدينا الكرام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.